ودلوقتي جه ميعادنا مع اخر فقراتنا. ضيفتنا النهارده مميزه جدا، ودايما اول ما بتنزل اغنيه بنلاقيها على طول بقت ترند على السوشيال ميديا، الناس دايما بيتفاعلوا مع الاغاني بتاعتها، ونقدر نقول كمان انها شاطره جدا في اختيار اغانيها، وتقريبا اغلب اغانيها بتكون زي حوار قصير ومعموله لحن جميل بشكل ملفت بيخطف السمع على طول. مش بس كده، دي كمان اغانيها بتعبر عن واقعيه جدا وبتعبر عن مواقف في حياتنا. منورنا في الاستوديو الفنانه يسرا الجندي. ازيك يا يسرا؟ هلو، الكلام الحلو قوي ده. لا ده بجد، كل حاجه قلتها دي حقيقه. ميرسي يا عبد.